غير المقبول أن يتم احتجاز رهائن ويجب الإفراج عنهم فورا. ولكن للأسف هذه ليست حادثة منفردة، هذا التصرف الشنيع والأحداث الكارثية التي تبعته في المنطقة هي نتيجة لسنوات طوال من السياسة المدمرة من واشنطن لتخريب الحل المسائل الأساسية في هذا النزاع الذي طال أمده، ولكي يكون هناك بديل عن الانخراط بنية حسنة في عملية السلام بالشرق الأوسط مع تعزيز تدابير اقتصادية تسكينية، وهذا قد أثبت أنه غير كافي من أجل حقيقة الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، وهذا قد أثر أيضا على انتهاكات قرارات مجلس الأمن في القدس والخطوات الحرية المتخذة في ذلك، التوسع الاستيطاني وكذلك تقويض وضعية المواقع المقدسة في القدس. الأزمة فلننظر إلى ما أشرنا إليه بالنسبة لتسوية بالشرق الأوسط. نحن مع الكثيرين لسنوات طوال الآن قد حذرنا من أن الوضع على شفير الانفجار، وقد حدث ذلك بالفعل. هذه الأزمة مرة أخرى برهنت على أنه دون تسوية منصفة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لقرارات مجلس الأمن وجمع العام على أساس حلول دولية لحل دولتين، فإن الاستقرار في المنطقة لن ينال، وموقف روسي متسق وقائم على المبدأ من الضروري أن يتم استئناف عملية تفاوض متواصلة كمنصة تعتمدها المتحدة، ويجب أن يتم تأسيس دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود العام 67 عاصمة القدس الشرقية تعيش في سلام وأمن بجانب إسرائيل. هذا يجب أن يؤخذ بالاعتبار من قبل المجلس المستقبل، وإلا النتائج المماثلة لا يمكن تجنبها، ولكن نواجه تحدي أكثر إلحاحا لوقف العنف وتوفير المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة الذين يواجهون هجمات عشوائية من إسرائيل وانتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي وتحقيق هذه الغاية. ففي 16 أكتوبر قد قدمنا مشروع قرار أمام مجلس الأمن يطالب بتنفيذ تدابير فورية لوقف العنف وللإفراج الفوري عن الرهائن ومنع الكارثة الإنسانية في غزة ومنع التصعيد في النزاع حتى لا ينتشر المنطقة، و30 بلدا تقريبا بما في ذلك 17 بلدا من العالم العربي قد شاركت في تقديم مشروع القرار الروسي، وللأسف بسبب التصويت ضد هذا المشروع القرار ومشروع القرار البرلزي بعد ذلك لم يستطع المجلس مرة أخرى أن يفي بمهامه القانونية وهي صون السلم الأمن الدوليين، والنتيجة واضحة، تصعيد متواصل، أعداد الضحايا من المدنيين في تزايد، وتدمير البنى التحتية المدنية يفوق الوصف. وبعد الإخفاق في اعتماد مشروعي القرار قد كانت هناك هجمة مروعة على مستشفى الأهلي في غزة. السيد الرئيس، خلال عمل مجلس الأمن على مشاريع القرارات المعنية بغزة نرى أن هناك قاسم مشترك يمكن أن يكون أساسا لهذا الموقف الجماعي لمجلس الأمن الذي يحتاج إليه أشد الحاجة فيما يتصل بالتطورات في قطاع غزة. هناك عدد من الاحتياجات الإنسانية تفرض على أطراف النزاع، والوكالات الأممية سيكون لها دور، وكذلك العاملون في الحقل الميدانية في الميدان. نحن على اقتناع أن النقطة الأساسية هنا هي الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحقيقة أن هذا لم يرد في منتج من المجلس، أي أن هذا العنصر لم يدرج في هذا المنتج المتوقع من المجلس، هي خطوة في الاتجاه الخاطئ، وهذا قد يفسر بوصفه دعم من المجلس لإسرائيل لكي تقوم بهجوم بري في غزة. نعتبر أن هذا السيناريو غير مقبول، ونحن نستند في موقفنا ليس فقط على موقف الدول العربية والإسلامية، ولكن أيضا على موقف معظم البلدان في جنوب الكرة الأرضية. نحن نفهم المشاعر لدى من يعيشون في إسرائيل والذين لديهم كراهية وازدراء
بسبب غضبهم بسبب صدمة إزاء موت عدد كبير من المدنيين. ولكن تاريخ الشرق الأوسط يوضح بشكل لا لبس فيه أن العنف يؤدي إلى العنف، وهذه الحلقة المفرغة يجب أن تنتهي. أي إجراءات ممكنة من إسرائيل في غزة بالعنف باستخدام الطرق التي استخدمناها بانتهاك صارخ لقانون الإنساني الدولي ومقتل المدنيين بأعداد كبيرة، هذا من المرجح أن يؤدي إلى نزاع أوسع نطاقا قد يبتلع المنطقة برمتها ويتخطاها. وأعضاء مجلس الأمن لا يرغبون أبدا في حدوث هذا، ولكن الخطوات الأخيرة من الزملاء الأمريكيين تجعلنا نشكك بهذا. مضطرون، فقد تم استخدام حق النقد على مشروع القرار الإنساني الذي تقدم بالبرازيل والذي حصل على الدعم اللازم، والآن الولايات المتحدة تحاول تقديم مشروع قرار جديد به أحكام غير وجيهة مسيسة غامضة وخبيثة، وحتى يكون أسهل لحلفاء الولايات المتحدة ومجلس الأمن أن يصوتوا لمشروع القرار الأمريكي، فإن من قاموا بكتابته قد وضعوا عدد من المعايير الإنسانية، وأن لا يكون هناك أي شيء. مشاهدينا الكرام، نتابع рассчитываем, что также поступит большинство наших коллег по Совету Безопасности. А с тем, чтобы Совет Безопасности все-таки смог реализовать свое предназначение, мы подготовили альтернативный проект резолюции, составленный на основе апробированного гуманитарного языка и вобравший важные элементы из американского, бразильского и первого российского проекта.